هذا البرنامج برعاية زين. أهلا بكم إلى جلسة المال والأعمال، معكم هاني نصر. ماذا في أبرز عناوين جلستنا لهذه الليلة؟ أوبك تلمح إلى استمرار نهج الانتظار والترقب لنحو عام. الحكومة المصرية تطلق شركة أيادي برأس مال قدره 10 مليارات جنيه. لا خطة لدى إمارة دبي لإقرار ضرائب جديدة، وطيران الإمارات توقع ازدهارا مع تراجع أسعار النفط. أهلا بكم من جديد. أشار منتجو النفط الخليجيون الرئيسيون في منظمة أوبك هذا الأسبوع إلى استعدادهم للانتظار فترة قد تصل إلى 6 أشهر أو سنة حتى تستقر السوق، مما بدد الآمال في تدخل سريع لوقف انحدار السعر الذي نزل بالخام إلى أقل من 60 دولارا للبرميل. وكان بعض مراقبو المنظمة الدولية يتوقعون أن يكون السعر 60 دولارا الخط الأحمر المتوقع أن تعمد المنظمة المنتجة لثلث النفط العالمي عنده، إلى توجيه رسالة للسوق بأن التراجع أسرع وأشد مما ينبغي. هذا وكشف وزير المالية السعودية الدكتور إبراهيم بن عبد العزيز العساف عن انتهاء الوزارة من إعداد ميزانية الدولة للعام المالي 2015، وأنه سيتم عرضها على مجلس الوزراء في القريب العاجل، مشيرا إلى أن المملكة تتبع سياسة مالية واضحة للاستفادة من الفوائد المالية المتحققة من ارتفاع الإيرادات العامة في بناء احتياطيات مالية وتخفيض الدين العام للمملكة. كما توقع العساف تحقيق نمو اقتصادي إيجابي نتيجة الإنفاق الحكومي. في مصر، الحكومة المصرية أعلنت عن إطلاق شركة متخصصة للاستثمار في المشروعات الصغيرة والمتوسطة برأس مال يبلغ 10 مليارات جنيه، تساهم فيه الحكومة بنسبة 20%، فيما يساهم القطاع الخاص والمؤسسات المالية بالنسبة الأكبر من رأس مال هذه الشركة. في مبادرة تهدف لحل مشكلة البطالة في مصر وتوفير المزيد من فرص العمل للشباب، جاء إعلان الحكومة المصرية عن إطلاق شركة أيادي، وهي الشركة التي ستكون متخصصة في الاستثمار في المشروعات الصغيرة والمتوسطة في شتى محافظات مصر. شركة يتم تأسيسها برأس مال يبلغ 10 مليارات جنيه، تساهم فيها الحكومة المصرية بنسبة تصل إلى 20%، فيما يساهم القطاع الخاص والمستثمرين والمؤسسات المالية بنسبة 80%. مقومات إنشاء أي شركة ليها سلسلة من الإجراءات، والإجراءات اتخذت دراسة عميقة من ناس متخصصة خدت وقتها. رأس مال النهاردة بنعلن أن هذه الشركة أعلنت بعد ما طلع قانون لشركات تمويل الصناعات الصغيرة والمتوسطة، والحمد لله القانون طلع وبالتالي رؤوس الأموال موجودة. نتكلم على شركة عملاقة رأس مالها اللي بنتكلم عليه 10 مليار جنيه. الاستثمارات اللي هتنفذها هذه الشركة على مستوى المحافظات هتكون أضعاف هذا الرقم. التحدي الكبير اللي احنا دايما كنا بنتكلم عنه هو ازاي نعمل نمو اقتصادي مع عدالة اجتماعية. العدالة الاجتماعية مش هتتعمل ومش هتحقق من غير تنمية حقيقية على مستوى المحافظات المختلفة، تنمية متوازنة في المحافظات، مشروعات تتعمل في كل محافظات الجمهورية تخلق فرص عمل حقيقية ومنتجة للشباب. المهمة الأساسية للشركة الجديدة والتي ستكون نواة لشركات أخرى يتم تأسيسها في كل محافظات مصر هي الاستثمار في مشروعات صغيرة ومتوسطة من خلال المساهمة المباشرة في هذه المشروعات بنسبة تبدأ من 25% وحتى 40%، بهدف مساعدتها على النمو وتوفير التمويل اللازم لها. أيادي بتمثل شريك لتنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة. أي شركة صغيرة ومتوسطة مشكلتها الرئيسية في مصر الحصول على تمويل، تمام، ووجود شريك
مالي قوي يعملهم. كل شركات صغيره ومتوسطه عندها مشاريعها، عندها افكارها، عندها دراسات الجدوى، ينقصها الاكسس تو فاينانس، ينقصها التمويل. المؤسسات البنكيه عندنا في مصر المنظومه البنكيه لسه مش مساعده قوي للشركات الصغيره والمتوسطه. فاحنا بنامل ان احنا بانشاء شركه ايادي النهارده براس مال 10 مليار ان شركه ايادي تمثل شريك للشركات الصغيره والمتوسطه مما يسمح لهذه الشركات للتنميه والتوسع. وفيما يجري العمل على جمع راس مال الشركه البالغ 10 مليارات جنيه، يؤكد الكثيرون أن هذه الشركة لن تساهم فقط في حل مشكلة البطالة، وإنما ستكون أيضا بمثابة حضانة للمشروعات والأفكار الاستثمارية الصغيرة، ناهيك عن مساهمتها في حل مشكلة الباعة الجائلين والاقتصاد غير الرسمي. ياسين الجوهري، CNBC عربية، القاهرة. إلى السعودية، حيث وافق مجلس الوزراء السعودي على عدد من الإجراءات التي رفعها وزير المالية تتمثل في ضوابط منع بيع كراسة الشروط والمواصفات للمقاول المتعثر إذا صدر في شأنه أكثر من قرار بسحب مشروع حكومي منه لتعثره في التنفيذ، أو إذا اعتذر عن تنفيذ أكثر من مشروع حكومي بعد الترسية، أو إذا تأخر أو تباطأ لأسباب تعود إليه في تنفيذ العمل في أكثر من مشروع حكومي ولم يسحب منه العمل أو يسحب. ويصدر قرار المنع ببيع كراسة الشروط والمواصفات على المقاول المتعثر مباشرة من الوزير المختص أو رئيس الدائرة المستقلة، وذلك بناء على توصية من لجنة فحص العروض على أن لا تتجاوز مدة المنع 3 سنوات من تاريخ صدور القرار. أتابع هذا الموضوع مع ضيفي من الرياض المهندس فهد النصبان، عضو اللجنة الوطنية للمقاولين بالغرفة التجارية بالرياض. سيد فهد، أهلا ومرحبا بك. يعني السؤال المطروح في هذا الإطار أنه الإشكالية في القرار نفسه أو تنفيذ القرار، يعني هل سيتم معالجة مشكلات المقاولين وتأخير العديد من المشروعات بمثل هذا القرار أم ماذا؟ والله هذا القرار هو جزء من حزمة قرارات تعالج التعثر. فالمقاول المتعثر يعتبر أحد أسباب تعثر المشاريع. القرارات السابقة اللي صدرت كثيرة، لكن جزء منها تم تنفيذه والكثير منها لم يتم تنفيذه. هذا واحد منها، ونرجو يعني أن يكون إن يعالج مشكلة التعثر حقيقة. هو يعالج المقاول المتعثر لكنه لا يعالج أسباب التعثر حقيقة. أسباب التعثر التي دعت المقاول للتعثر صدر بها قرارات برضو من مجلس الوزراء وقرارات عليا، ولكن الكثير منها لم ينفذ. الدفع المقدمة للمشاريع وتأخرها في بعض الجهات من لدى أصحاب العمل لم يتم معالجتها. صندوق المقاولين لم يتم معالجته. مرجعية المقاولين لحد الآن مكانك راوح. استخراج التراخيص من البلديات وخلافها التي تؤخر المشاريع لا زال الأمر في ذلك. إعادة دراسة مخططات المشاريع بعد الانتهاء منها والتعديل فيها لم يتم الانتهاء من الأراضي أو المواقع العمل التي لم بعض المخطط ينجز ولا والموقع غير جاهز أو غير متاح أو لا زال مملوك لجهة أو لا زال لم يتاح للإنشاء. كل هذه أسباب، هي أسباب التعثر. المقاول يتعثر لأسباب، فأنت الآن تعالجه كمن يعني يترك هذا ويمسك بالبردعة. طيب كلام مهم ما ذكرته سيد فهد، لكن السؤال المطروح أمام هذه الأسباب أو هذه العوامل التي ذكرتها، شو الآلية المناسبة لجعل القرار أكثر فاعلية بحق قطاع المقاولات والمقاولين، وبالتالي الانعكاس الإيجابي على المشاريع القائمة والمستقبلية؟ أخوي هاني، التعثر المقاولين هم جزء من الأسباب فيه، وهذا الإجراء وهذا القرار يعالج الجانب الخاص بهم، لكن لا يمكن أن تعالج
منظومة من الأسباب أو منظومة من دواعي التعثر من خلال جزئية واحدة منه فقط. أنت لن يعني بهالإجراءات هذه لوحدها دون الشروع في تنفيذ القرارات السابقة، دون الشروع في المسارعة في حل الإشكالات الموجودة السابقة، لن يحدث يعني نتيجة حقيقة مجدية من القرار هذا بذاته. الأمر أنه بقدر ما يتوقع أن ينفذ هذا القرار بسرعة، نتمنى أن تنفذ القرارات السابقة بنفس المقدار من السرعة بحيث تتواكب كل هالقرارات وتعطي نتيجة بحيث أنها تحجم التعثر والتأخر في المشاريع، سواء كان سببها صاحب العمل أو البيئة التي بيئة المقاولة ذاتها أو المقاول نفسه. طب في هذا الإطار كما ذكرت صدرت الكثير من القرارات في السنوات السابقة في العقد الماضي يمكن لم تنفذ حتى الآن، كلها قرارات تتعلق بالتحديد بصاحب العمل، لكن ليش هالحظ وهذا التشدد على ضرورة تنفيذ قرار يتعلق بالمقاول؟ وجهة نظر بأن المقاول حقيقة هو المقاول سبب من أسباب التعثر، يعني بعض المقاولين هم سبب من أسباب التعثر، وهم يعني هم من يودون بأنفسهم إلى التعثر في بعض المشاريع اللي هم يقومون بها لعدم الدراية، لعدم وجود خطة تدفقات مالية جيدة، الأسباب كثيرة جدا، لكن والعلاج اللي أو القرار اللي صدر هو سيعالج جزء جانب واحد من المشكلة. إذا نفذت كل القرارات بنفس الحماس أعتقد أنه ستكون النتيجة مجدية وإيجابية. نعم، من الرياض المهندس فهد النصبان عضو اللجنة الوطنية للمقاولين بالغرفة التجارية بالرياض، شكرا جزيلا لك. وجلسة الأعمال المتواصلة فيها مشاهدينا بعد الفاصل. سيدات الأعمال العربيات وعصر جديد من الابتكار والمسؤولية الاجتماعية. مرحبا من جديد. أكد مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية في دبي سامي القمزي لسي إن بي سي عربية على هامش ملتقى الإمارات للأفاق الاقتصادية 2015 والذي أقيم في دبي، أكد أنه لا يوجد خطة مباشرة لزيادة الإيرادات الضريبية في الإمارة، ولكن هناك خطة لكبح جماح بعض القطاعات التي لها تأثير سلبي على تكلفة المعيشة داخل إمارة دبي. أنا أعتقد ما في خطة مباشرة بحيث نتركز على مسألة زيادة الإيرادات الضريبية أو الإيرادات بشكل عام حتى الآن. يعني أنا أعتقد حتى في السبع أو ثمان شهور الأخيرة ما تم نقاش على مستوى المجلس التنفيذي أي مشاريع جديدة للرسوم، وأعتقد في قرار حتى يمكن من حكومة دبي بعدم إضافة أي يعني بعدم زيادة أي رسوم ما عدا إذا تم تقديم خدمات جديدة. ما أعتقد أن هناك في خطط حاليا لزيادة بعض الرسوم، بالعكس هناك في خطط ل مثلا الحد من كبح جماح بعض القطاعات اللي قد يكون لها تأثير سلبي على تكلفة المعيشة في إمارة دبي. دائما في الإمارات، حيث قال الرئيس التنفيذي لشركة طيران الإمارات تيموثي تشارلز كلارك، قال إن قطاع الطيران من القطاعات المستفيدة من جراء انخفاض أسعار النفط، مضيفا في مقابلة أجرتها معه سي إن بي سي أنه إذا وصل سعر النفط إلى 30 دولارا مجددا فسوف تزدهر أعمال الشركة، ولكن ذلك يتوقف على طول مدة انخفاض الأسعار. ليس الطيران الإمارات هي المستفيد الوحيد من تراجع أسعار النفط، وإنما قطاع الطيران عموما هو الذي استفاد وبدأ يعلن عن أرباح صحية جدا، ولا سيما شركات مثل كانتاس وكذلك الشركات الأمريكية التي كانت دائما تشتري النفط بأسعار أرخص من أسعارنا لأنه ليس لديهم الأشياء الإضافية التي نواجهها، إضافة إلى أنهم يتعاملون بالدولار مما يسمح لهم بتحقيق أرباح كثيرة كما كان حالهم في الماضي.
من جانبنا رأينا تراجعا كبيرا في أسعار الوقود، وقد يستمر ذلك طويلا، ولكن في الوقت ذاته الدولار كان يقوى، والكثير من العملات التي نكسب أرباحنا بها هي من العملات التي تتراجع مقابل الدولار. فشركة الطيران تعلن عن أرقامها المالية بالدولار، ونحن اقتصاد يقوم على الدولار، وبالتالي عندما يكون لدينا هبوط بنسبة 40% في الروبل الروسي أو تراجع ب 15% في الدولار الأسترالي، فأنت تعلم ما الذي أقصده. إذن من جهة نحن نوفر من انخفاض أسعار الوقود، ومن جهة أخرى نحن نخسر في حالة الأموال التي نستطيع فعليا تحويلها من الخارج. ولكن إذا واصل سعر النفط انخفاضه ووصل إلى 50 دولارا أو حتى أقل، وأنا كنت دائما من الذين يعتقدون شخصيا بأنه سيصل إلى 30 مجددا، فعندئذ ستزدهر أعمالنا بطبيعة الحال، لكن كل شيء يتوقف على طول مدة انخفاض الأسعار. إلى الدوحة، حيث اختتمت في العاصمة القطرية أعمال المنتدى الدولي لسيدات الأعمال الذي ناقش دور المرأة في الشق الاقتصادي على ضوء المتغيرات الجيوسياسية والاقتصادية في المنطقة والعالم. سيدات الأعمال العربية وعصر جديد من الابتكار والمسؤولية الاجتماعية، شعار اختاره منظم ملتقى قطر الدولي لسيدات الأعمال في دورته الخامسة، للإشارة إلى محورية دور المرأة وقدرتها على إحداث الفارق في المجتمعات المحلية من خلال تعزيز دورها في المعادلة الاقتصادية وتذليل الصعوبات والتحديات التي تواجهها في مجتمع الأعمال، ومساعدتها على القيام بدورها الفاعل في ظل ظروف اقتصادية صعبة وجيوسياسية معقدة. هذا المنتدى الدولي، ورغم الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها العالم منذ 5 سنوات، والظروف الجيوسياسية التي تمر بها منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لم نتوانى أبداً عن مواصلة لم شمل قائدات الأعمال والرائدات منهن للاستفادة من خبراتهن وتثبيت دور المرأة كمسؤولة في الشأن الاقتصادي. التميز في الأسلوب والقيادة ودور المرأة في السياسة والأعمال وكذلك الاستثمار وتوجيه قدراتها وتحديات التمويل محاور بحث صعدت على طاولة أعمال الملتقى للوصول إلى قواسم مشتركة ترسم خارطة طريق في خطوة من شأنها أن تضيء على مساهمات المرأة في الحياة الاقتصادية، ومن ضمنها قطر الدولة المضيفة التي يزيد فيها حجم الاستثمار الأنثوي عن 10 مليارات دولار، من بينها امتلاكهن نحو 1 مليار سهم في بورصة قطر بقيمة تزيد عن 3 مليارات دولار. وضع المرأة القطرية أو العربية بشكل عام، الحمد لله رب العالمين، تبوأت مناصب قيادية في دولتنا الحبيبة قطر. هذا الشيء ما جاء من فراغ، طبعا على أساس تعليمي قوي، فرص متاحة لسيدات الأعمال أن تنمو وتكبر في بيئة صحية. الهدف من هذا المؤتمر اطلاعها على كل ما هو جديد في السوق العالمي، سواء كان اقتصادي، سواء كان سياسي، سواء كان اجتماعي. حتى الحلقات النقاش اللي راح تنعقد الليلة إن شاء الله راح تلقي الضوء على التحديات، الصعوبات، شنو هي الفرص اللي تقدر تقتنصها السيدة العربية في كل البلاد العربية. ضعف الخبرة والنظرة المجتمعية الضيقة لعمل المرأة وضعف التمويل وغياب العنصر التحفيزي تحديات ما تزال تقف حجر عثرة نحو إحداث تغيير سريع في مفهوم ممارسة المرأة للعمل الاقتصادي، إلى جانب ندرة المؤسسات المهتمة بالمرأة كسيدة أعمال والتي تدفع ببعضهن للعمل في الخفاء أو بأسماء شخصيات رجالية بسبب الإطار الاجتماعي لعملها والمحكوم بالموروث الاجتماعي، وهو ما تعمل بعض سيدات الأعمال على تجاوزه عبر تمكينها من ممارسة العمل الحر وامتلاك المشاريع الصغيرة والمتوسطة وخلق منظومة متكاملة للدعم الإداري والمالي والفني لمساعدتها في إقامة استثمارات ناجحة. التطلع نحو مستقبل أفضل، مستقبل تلعب فيه المرأة العربية دورا قياديا وريديا، إن على الأصعدة الاقتصادية أو الأصعدة الاجتماعية، خصوصا وأن حجم استثمارات سيدات الأعمال العربيات بحسب آخر الدراسات تجاوز نصف تريليون دولار. صلاح الدين مقراني، CNBC عربية، الدوحة.
موضوع مهم نتابعه مع ضيفتنا من الدوحة هدى حبي، عضو رابطة سيدات الأعمال القطريات. سيدة هدى، أهلا ومرحبا بك إلى جلسة أعمال على CNBC عربية. يعني السؤال المطروح، المرأة هي فعلا نصف المجتمع، لكن السؤال المطروح إلى أي حد فعلا تمارس الدور المطلوب منها أو ما تطمح إليه في الشق الاقتصادي على الأقل؟ مساء الخير، يسعدني مساء أن أكون معكم CNBC عربية القناة الرائدة. أهلا بك. الحقيقة المرأة يعني تقوم بدورها كاملا، سواء بالشق الاقتصادي أو بالشق الاجتماعي أو بمسيرة دعم مسيرة التنمية الوطنية في قطر. فأعتقد أنه المكونات التي تعمل ضمنها المرأة هي تحفز تقدمها وتحفز عملها في هذا المجال. نعم، لكن كما تبعنا بالتقرير خلال المؤتمر الذي عقد في الدوحة بأن ضعف الخبرة، النظرة الاجتماعية الضيقة تجاه المرأة، ضعف التمويل، غياب العنصر التحفيزي، كلها من العوامل اللي بتحد أو عوائق يعني بتحد من أي تطور لعمل المرأة. كيف يمكن إزالة هذه التحديات وهي كبيرة وليست بالأمر السهل؟ أنا معك، هذه تحديات كبيرة جدا، وبعض هذه التحديات هي تحديات للرجل والمرأة معا، مثل الحصول على التمويل اللازم، مثل يعني بعض القوانين. أوكي، ولكن أعتقد أن المرأة، أعيد وأكرر، أن المرأة يعني أثبتت أنها على الطريق الصحيح في دولة قطر، وتمكنت من يعني اجتياز عقبات كبيرة كانت تتعلق بالعادات والتقاليد، وأصبحت شريك فعلي في مسيرة النهضة في قطر، لأنها أعطيت الفرصة. وأعتقد أن النهضة الاجتماعية التي تشهدها البلاد كان لها أثر إيجابي في إطلاق المرأة وإطلاق العنان لها لتخوض تجربة يعني مزاولة أعمالها وبدون أي قيود. أنا أستطيع أن أقول لك أن هناك دعم وتمكين للمرأة في دولة قطر، يعني ربما تحسدها عليه كثير من الأخريات في المنطقة يمكن أو في العالم العربي. لديها إمكانات كبيرة ولديها المجال واسع، وعليها أن تشمر عن ساعديها يعني وأن تتخطى. لماذا برأيك أنه عندها إمكانيات أكثر، أو بالأحرى أنه عندها فرصة أكثر من النساء في دول الخليج كما ذكرتي أو في دول المنطقة العربية، بالرغم أنه نفس يمكن العادات، نفس الموروث الاجتماعي، نفس النظرة إلى المرأة إلى حد ما؟ صحيح، هناك أشياء، قواسم مشتركة جدا، ولكن يعني نحن نشعر بأن هناك اهتمام من القيادة القطرية بتمكين المرأة ودفعها وتذليل كافة العقبات التي قد تصادفها لتكمل مسيرتها وأن تشارك بالنهضة الاقتصادية في قطر. لا شك أن قطر مقبلة على نهضة اقتصادية كبيرة، وهي بحاجة يعني اجتهادات جميع مواطنيها سواء كانوا رجال أو نساء. طيب، وأثبتت المرأة يعني مكانتها في هذا المجال. نعم، هي بدأت على الطريق الصحيح. صحيح أن المشوار طويل، لا زال طويل أمامها، ولكنها سيرة على الطريق الصحيح. طب سيدة هدى، حسب ما سمعنا أنه حجم الاستثمار الأنثوي في الاقتصاد القطري تقريبا 10 مليارات دولار، عندهم 3 مليارات بالبورصة القطرية، 3 مليارات دولار، حوالي مليار سهم تقريبا، هذا رقم جيد. بس بدي أسأل سؤال في هذا الإطار، أي مشروع تقوده امرأة إلى أي حد بقطر مثلا، إلى أي حد يلقى إقبال من الرجال أو لديه الثقة لدى الرجال للمشاركة فيه، للعمل به أو غير ذلك؟ أعتقد أن السوق القطري أصبح يعني سوقا واعدا،
اوكي، وبعدين في عندك يعني رغم تحفظات البعض، انا لا الغي انه ان هناك تحفظات من البعض كون المشروع يدار من قبل امراه او مملوك من قبل امراه، ولكن اعتقد ان الناس اصبحت تهتم بالجوده والقيمه، فاذا كان المشروع ناجحا واذا كانت الخدمه المقدمه جيده وتلاقي استحسانا من يعني الناس، فما اعتقد انه يعني سيسال كثيرا الناس هل تديره امراه او انه تملكه امراه. اعتقد انه المراه في قطر تخطت هذه العقبه الاجتماعيه المهمه. تحيه للمراه القطريه وكل النساء العربيات. السيده هدى حبي عضو رابطة السيدات الأعمال القطريات ضيفتي من الدوحة، شكرا جزيلا لك. جلسة المال والأعمال انتهت في هذه الليلة، إلى اللقاء. هذا البرنامج برعاية زين.